ساتر يا رب. يا جماعه ده في ايه؟ احنا عاوزين ضابط نزرعه وسط طلب الجامعه مش وسط مجرمين في سجن. ايه ده؟ ماشي. دي دفعه 2001، دي دفعه عرابي اللي انتوا جايبينهم. دول جايبينهم منين دول؟ ماشي. ده بالذات لا خالص، تشيلوه. ده مش بس هيبوظ لنا المهمة، ده هيموتنا احنا شخصيا ويخوف الطلبة في الجامعة. الولد ده شكله وسيم، ايه رأيكم؟ مظبوط. صورته بتنطق. اسمه ايه الولد ده؟ ده بسيوني، عبد السلام البسيوني يا فندم. ابن اللواء عبد السلام بسيوني يا باشا. ايوه. ده اللي كان عامل قلق في الداخلية ايام خدمته حضرتك. عارفه. اكيد الولد ده واخد قلب ابوك جامد. هو ده. تعال يا حازم. عمرك سعاده الباشا. قول لي يا حازم، انت لسه فاكر زمايلك بتوع الدفعه؟ الا فاكرهم يا فندم، ممكن اوصفهم لك واحد واحد يا فندم. لا مش اوصاف، مش للدرجه دي. انا بسالك عن مجرمين، انا بسالك عن دفعتك. في واحد فيهم اسمه بسيوني، عبد السلام بسيوني. بسيوني بسيوني يا باشا، ده عشره عمري، ده توأم روحي يا فندم. والله ده عشرة الكلية وفصيلة دم واحدة، ده احنا عشنا مع بعض أكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية أختي سعد. يا أخ وطي صوتك شوية. تحت أمرك يا باشا، بس لو في حاجة الواد عملها قول لي يا باشا وأنا أدبه وده دفعته وأعرف أتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجة، أنا بجمع بس شوية معلومات عنه. من ناحية المعلومات يا باشا، أنت جيت لقناة المعلومات كلها. الواد بصراحة فندم بسيوني بسيوني ده بالذات أخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس قوي يا فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه في الحقيقه؟ حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم؟ واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات اوطى واحد في الدفعه، تصدق لا يا فندم سعادتك؟ بسيوني؟ واخلاقه مش كويسه. الله. ولعلمك يا فندم ولا بد، انا يا فندم ما احبش اتكلم على حد وحش. انت هتقول لي سعادتك يعني ايه؟ طب وفصيله الدم؟ دم ايه يا باشا؟ ده ما عندوش دم اصلا. بسيوني؟ يا فندم انا قطعت الدفعه كلها بسببه سعادتك. اهلا اهلا اهلا، هو فين اشوفه؟ سياده اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه ماما؟ حبيبي اول مره زورني. ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا، ومعاه بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يلا يا فندم، ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبلو من ذاك الاسد. اهلا يا وحش. اهلا بسيوني. يا باشا يلا يا ابني روح شوف عروستك. يلا صباح الخير. سلام وخورا من ربنا رحيم. ايه ده شفت عبد مين؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. يا جماعه استنوا بعد عني. اقول لك على حاجه تانية. يا بسيوني واللي بيسيبني يا بسيوني بس. اتفضل يا بسيوني يا حبيبي. اقول لك استنوا بس. اقول لك العيال اتاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. البنت اتمرمطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى فيه سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا اركب العربيه ولا نشيل التاني. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاتل يستاهل يا بابا. يلا يا بنت يلا انجري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بفتحلك كل اللي يجرى لك. بابا ده ممكن ينقلك غلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعده صواريخ. الله. ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحه.
أقوى شخصية في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الأرياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا أولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم إنه بيخدم في منطقة مقطوعة، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. أنت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت، جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ أه ده أنا أحبك طول العمر. بحبك. أوباش مسك إيديها نكبس عليهم بقى ونعم يا فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شوية. هنا نتفرج. أنا مش عارف الحياة من غيرك، كنت هقضيها إزاي؟ ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش. احنا في صحراء مش في جنينة الأسماك. حنين عليا طول عمرك. لا مؤاخذة يا باشا. أوباش كده سخن قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. أنا من يوم ما عرفتك الدنيا حلوة. أنت فين يا أستاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول. حاول الاتصال في وقت آخر، حاول. أنا نجدت يا حيوان. أيوة يا أبيه، ده الجهاز بيترعش من الفرح. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الأرياف ده؟ طبعاً يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الأرض، ما تدخلش مكتبي إلا وهو في إيدك. تجيبهولي حياً أو ميتاً. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تمر وشرين. ترى يلا. بابا بابا. أهلاً أهلاً. تأخرتوا ليه يا أولاد؟ عشان عمو ده يا حبايبي.